يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه لا يكفي أن الشخص يعبد الله لكن لا يتبرأ مما يعبد من دون الله، فهل يكفر من لا يتبرأ من أهل الشرك؟ نعم، إذا لم يتبرأ منهم وقال إنهم هذه قناعتهم وهم على حق حسب قناعتهم، فهذا يرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لديه تعطيل في باب الأسماء والصفات فما حكمه؟ نعم، من لديه تعطيل في باب يقول الأسماء، بعض الشعراء الملاحدة يقول هذا بمئذنته يصيح وهذا في ناقوسه مدري يصيح، ليت شعري ما الصحيح، يعني ما يدري من هو الصاد من اليهود من النصارى أو من المسلمين، المؤذن ولا صاحب الناقوس والعياذ بالله، هذا هو الضلال. نعم.